احد النقاط الطبيه مدنيين من الاهالي نتيجه القصف المستمر على ذلك الحي. ايضا ادى ذلك الى استشهاد العديد من المدنيين في حي الميسر والجزماتي اثر القصف الجوي المتواصل على هذين الحيين بالتزامن مع الاشتباكات المستمره على اطراف حي الميسر من جهه كرم القصر وايضا الشيخ لطفي. ايضا لدينا في حي الشعار كان هناك قصف جوي على حي الشعار ومنطقه المواصلات، وكان هناك جرحى جراء القصف الجوي على تلك المنطقه. وايضا كان هناك ايضا قصف على قريه الشيخ لطفي وطريق مطار حلب الدولي. اما في الريف مدينه حلب فقد قام طيران حربي بقصف مدينة عنادام ما أدى لاستشهاد شخصين. قبل التحدث عن الريف ياسين، هل هناك معلومات ولو أولية عن أعداد الضحايا إن من القتلى أو الجرحى؟ نعم، أعداد الضحايا اليوم في مدينة حلب على الأقل تبلغ 15 شهيدا جراء قصف البراميل المتفجرة في الريف وفي المدينة بشكل عام. طبعا حتى هذه اللحظة الطيران لم يهدأ في سماء مدينة حلب ومستمر بقصف المناطق في الريف، تحديدا في الريف الشمالي مثل مدينة عنادان ومعارة الارتيق، وأيضا في منطقة حلب تحديدا الميسر والجزماتي والشيخ لطفي والمرجة ومناطق عدة التي تدور في محيطها الاشتباكات في تلك المنطقة. شكرا جزيلا لك ياسين أبو رائد الناشط الإعلامي، حدثتنا من حلب. قال حسان عبود قائد حركة أحرار الشام الإسلامية في كلمة مسجلة إن كتائب أحرار الشام صبرت كثيرا على اعتداءات تنظيم داعش وطالبت الحرب